بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله يومكم بكل خير. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي في فيديو كذا خفيف لطيف. أول حاجة اعذروني، ماني قاعدة أصور من بيتي، أسبوع بإذن الله تعالى وخلاص يعني أصور لكم البيت إن شاء الله كامل. حنا تقريبا 90% قضينا الحمد لله. اليوم حابة أوريكم إيش وصلني من متجر ريفا، حاجة صراحة كنت أتمنى أنه أنا أطلبها، لكن سبحان الله ربي كذا يسوق الأشياء سوق للإنسان. أول شيء أنا حابة أشكر صاحبة المتجر على الهدية اللطيفة اللي عطتني إياها. دائما المواقف الحلوة أنا أتذكرها. أول شيء يعني كانت إنسانة متفهمة، فهمت سياسة الإعلان عندي، إنه أنا الإعلان عندي الإعلانات الخاصة كل أحد وأربعة، الله يجزاها خير. قدرت سفري، يعني مو زي البعض اللي يجيني يلا وين الإعلان، يلا نزل الإعلان. يعني في سياسة إحنا ماشيين عليها، أنا ما أقدر أتخطى أحد على أحد، هذه سياسة إحنا ماشيين عليها كذا. ثاني شيء شكرا على الهدية اللي أرسلتي ليها غير فرشاية الأسنان، الله يربي يزيدك ويعطيك يا رب ألف ألف عافية حبيب تريفا، مشكورين من أعماق قلبي. تعالوا الحين مع بعض خلونا نفتح الكرتون ونشوف ايش فيه من داخل. اليوم وصلني هذا الكرتون اللطيف كذا، هي عبارة عن فرشاية أسنان كهربائية. أشوف كثير مشاهير يمدحونها، وكنت صراحة ناوي أطلبها علشان أسناني، فالأسنان ثروة، حافظوا على أسنانكم قدر المستطاع، فكنت ناوي أنه أطلبها كذا وأشوف. ما شاء الله تبارك الرحمن، التغليف وصلني رائع، التغليف وصلني ممتاز. هذا المنتج في منه كذا شكل عندهم داخل المتجر، وطلعت لكم الأشكال اللي موجودة عندهم، بعض الأشكال اللي موجودة كمان تختلف الأسعار، فيكي تدخلين أنت للمتجر وتشوفين. تعالوا الحين خلونا نفك الكرتون مع بعض ونشوف إيش القطع اللي وصلتني. أول شيء التغليف كان مرة بطل للأمانة، كان في قطع من الداخل إضافية، يعني ورق وما ورق، أنا فكيتها وتفرشت عليها تمام. التغليف مرة حلو، الجهاز كيوت ولطيف، ومعها كمان كتيب إرشادات تمشين عليه كذا علشان ما تهين فرشاية الأسنان. عموما بتكلم لكم الحين أنا عن كل حاجة داخل الكتيب بقوله أنا. يعني هذه فرشاية الأسنان زي ما تشوفون، هذا شكلها لطيفة وانسيابية وتنشال باليد بسهولة، وهذا اللي تحت هنا خزان المي، وتعبون من وراء المي كالعادة كأنها مكواة بخارية تمام. يجي معها حقيبة صغيرة، الحقيبة اللي قاعدين تشوفونها بإيدي، أو صندوق أو بوكس. خلوني أفتح لكم وتشوفون إيش الأغراض اللي من داخل. وهذا شكل الحقيبة من داخل، معها أكثر من راس، وأكيد أكيد راح أقولكم كل قطعة إيش فايدتها وكيف تستخدمونها والسرعات اللي موجودة. أول حاجة راس صغيرة طبعا الجهاز يشتغل بالشحن، اذا طفى الجهاز تولع اللمبة حمراء، تاخذينه وتشحنينه بس يعبي تحطينه على المغسلة. الجهاز فيه ثلاث سرعات، سرعة قوية متوسطة وبطيئة او ضعيفة. اذا عندك حشوات بالسن او عندك اسنان تركيب، استخدمي السرعة البسيطة او الضعيفة علشان ما تأثر عليك، هي معمولة كذا لهذه الاشياء، يعني عشان ما يكون في تأثير سلبي للاسنان. الجهاز فيه ثلاث مستويات، لا تنسين تحددين المستوى اللي تبغينه، مستوى القوة، وزي ما قلت اختاري إذا عندك حشوات ولا شيء اختاري أبسط حاجة أو أخف شيء. وهذا تدفق المي أنا جربتها مرة مريحة وحلوة على اللثة. الحين المقبض حق الأسنان حق المسكة مريح وسهل، وكمان شكلها انسيابي ولطيف زي ما تشوفون، وخزان المي اللي تحت مرة كبير، وزي ما قلت تشحنونها شحن
وتستخدمونها، وإذا خلصت ترجعون تشحنونها مرة ثانية. كمان لا تنسين تحطينها على المغسلة عندك، منظرها حلو ولطيف، ما هي بشعة أبدا يعني. أهم شيء إنها تحافظ على نظافة أسناننا. الحلو إنه عندهم متجر إلكتروني فيك تطلبين منه، هذا متجرهم يا بنات، راح أخلي لكم المتجر تحت في صندوق الوصف، ادخلي وتفرجي على المنتجات اللي عندهم. نصيحة من أعماق قلبي، لا تترددين إنك تاخذين فرشاية الأسنان أبدا أبدا، سواء السوداء ولا البيضة. نصيحة، حافظوا على أسنانكم، الأسنان ثروة وكنز لا يعوض. الفرشاية هذه تفوت بين الأماكن الصعبة اللي بالأسنان، تنظفها تنظيف عميق، بقايا الأكل، اللحم، الدجاج، فلا تستخسرون في أنفسكم أبدا أشياء العناية، خصوصا أشياء العناية بالأسنان والشعر. نصيحة من كل قلبي، لا تستخسرين في نفسك هذه الأشياء. أتمنى من كل قلبي تكون التغطية حقة الأسنان فادتكم. زي ما قلت راح أخلي لكم رابط متجرها تحت في صندوق الوصف، وإذا قدرت كمان أحط لكم إنستغرامكم. شكرا ريفا حبيبتي لاختيار لهذا الإعلان، الله يسعدك يا رب ويرزقك ويوفقك. بالتوفيق حبيبتي، سلام عليكم.